السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أصدقاء الطلاب، أهلا وسهلا بكم. معكم المدرس أحمد كنجو، مدرس مادة علم الأحياء فن بالملار. إن شاء الله في هاي السلسلة إن شاء الله حنتناول منهاج الصف السابع لمادة الفن بالملار. طبعا المنهاج باللغة التركية، المنهاج متألف من 7 وحدات أو 7 يونيتات، وإن شاء الله حيتم تفصيلها وشرحها من اللغة التركية إلى اللغة العربية بالتفصيل، وإن شاء الله حيتم حل أسئلة الوحدة لهذا المنهاج. المنهاج مناسب للأرطوك والباء والإمام خطيب أرطوك كله، مناسب للأرطوك وكل العادية والإمام خطيب. طيب أصدقائي، حنبلش بالوحدة الأولى إن شاء الله، واللي هي الأوزاي أرستر مالري. طبعا الأوزاي أرستر مالري تعد قسم من الوحدة الأولى. الوحدة الأولى هي الجنيش سيستمي فيوتسي، المؤلفة من قسمين، أوزاي أرستر مالري أبحاث الفضاء، والمؤلفة كمان من القسم الثاني من جونيش سيستمي أوتسي، وهي اللي تعني ما بعد النظام الشمسي، واللي هي تبحث في الجوجي سيملاري يعني أجسام السماء. طب أصدقائي خلونا نبلش بالوحدة الأولى ونشوف معنا سوية شو هي الوحدة الأولى وشو هي تعني الأوزاي أرستر مالري أبحاث الفضاء. طيب أصدقائي عندنا هون تحضير لهي الوحدة، ديشلر أرسندكي بوشلو جيدرمك، يعني الديشلر أرسندكي بوشلو الفراغ الموجود ما بين الأسنان و بيربرين إيتان ويا بيربرينين أزرين أولان ديشلر ديزلتمك أمجيلا ديشتلي كولانلر. ديشتلي كولانلر يستخدم التيل تبع الأسنان لغاية شو؟ لغاية تسوية أو تنظيم الأسنان اللي راكبة فوق بعضها البعض، أو اللي دافعة بعضها البعض، أو اللي فيها فراغات. طيب يا ترى هذا التيل هو منتج لأي مادة يا ترى؟ حنشوف. طيب كمان عندنا هون أصدقائي القضلرن كورون مصندا بعضي يجاكلرن بشير المسندة، يعني في الكرماء، يعني هي في حفظ الأغذية بازي جاكلرين بشير المسندة، وفي طبخ بعض المأكولات يكسك الصيادة ينقلي، يعني ذا ينمما أزالين دان دولاي ألمنيوم فوليو كولاندر. يستخدم الألمنيوم فوليو اللي هو هذا، هو طبقة الألمنيوم التي تعتبر هي فيها خاصية عدم الاحتراق، وفيها خاصية ايش؟ الصيادة ينطلق، واللي فيها خاصية التحمل للحرارة. طيب اصدقائي حنشوف فيها الوحدة اشياء كثيرة مثل الأوزاي تكنولوجي لري، واللي هي تكنولوجيا الفضاء، وذاكر اللي ندلري. حنشوف أسباب تلوث الفضاء، وحنشوف كمان بوكر اللي نيول أتجا أو أتجا اللي جاي ولا سسنوشلار، وأسباب أو النتائج التي تؤديها تلوث الفضاء. تكنولوجي لا أوزاي أراشتر مالر أرسم لك ليشكي. حنشوف الرابط ما بين شو؟ ما بين أبحاث الفضاء والتكنولوجيا. حنشوف التلسكوب يبصن بنية التلسكوب، حنشوف شو هو التلسكوب، تعريف التلسكوب، وما يتعرف التلسكوب، ونائشة يردنا، وشو هو الأشياء اللي بيفيدنا فيها التلسكوب. تلسكوب جوك بليمي جاليش من دكي أنميني. حنشوف أهمية تطور علم السماء بسيط بتلسكوب مدلي حاضر لما يورين نجاز. حنتعلم تحضير أو طريقة تحضير موديل للتلسكوب، موديل بسيط للتلسكوب. طيب أصدقائي حنشوف هون شيء عنا اسمه الأوزاي تكنولوجي سي. طيب تشيت لي أرشلر الأوزاي تكل مثلا صار ليان تشيت لي أرشلر لا، يعني عن طريق مركبات متعددة أو مختلفة. أوزاي تكل مثلا صار ليان الذي يوفر خروج هاي المركبات إلى إيش؟ إلى الفضاء. أوزاي دا يبلان أرشلر مالار أرشلر مصنوشلرنا veya farklı oydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri dünya oluşturan teknolojidir. Ben belirtim azdığım, ben akhir azdığım şu yani, huwa teknoloji al-fada. Teknoloji al-fada hiya el-teknoloji el-i tismah bi isal
ايش المواد الى من؟ الى الكواكب والى الاقمار، والتي تبحث في علم الفضاء، علم الفضاء، وتبحث في المركبات التي تقوم بإيش؟ تقوم بالصعود إلى أعلى السماء للورود إلى الكواكب والأقمار. طيب، أوزاي جندري لن أرش لرا إيسا، وأوزاي جندري لن المرسل إلى الفضاء، أرش لرا المركبات، المركبات المرسلة إلى الفضاء إيسا، أوزاي أرش لرا دينير، يقال لها أوزاي أرش لرا، عفوا يقال لها أوزاي أرش لرا، واللي هي تسمى مركبات الفضائية. فن اتول يسنده يابا جامز بير اتكلي كلاب واراجلارن نيلر اولدون رلندن. فن اتول يسي اللي هي عبارة عن ورشة عمل فنية، حنشوف فيها، حنبحث فيها عن شو، عن هاي المركبات الفضائية. هاي هي اللي تكليك، او هاي هي الفعالية اللي حنشتغل فيها. أوزاي أرش لهم، حنعرف شو هن الأوزاي تشارلز مالر الأبحاث، أو الأوزاي أرش لهم، حنعرف فيها المركبات الفضائية. الأرش فيكرش يعني الأدوات اللي حنستخدمها في هاي الفعالية هي الدفتر، دفتر القلم، الكرتون، درس كتاب اللي هو نحن عم ندرس فيه حاليا هو الكتاب، والأنسكلوبيدي رح نجيب موسوعة من الدرجي، ممكن من مجلات او من الانترنت. طيب اصدقائي، وزي تكنولوجي سايسندا قال اشتري لنا اراشتر، اراشتر حن نبحث ارشترماك، يعني بحث في ايش؟ في الاراشتر، في المركبات المطوره من قبل مين؟ لو زي تكنولوجي، وهي من قبل التكنولوجيا الفضاء. بو اراشتر وزي اراشتر مالارنا كات قصنا تشيتي قاينق لاردن اراشتر، خلينا نبحث في عدة مصادر لهاي الأشياء أو لهاي المركبات. أرشتر، أرشتر مز بيربوستر، بيربوستر حالنا جيل جيتر دكتان صورة هركسة إشي تولارك فيري لان صورة إتشرين إتشرسين ده صنف مزدكي أركض سرمزا سنالم. خلينا نب أو نعرض هاي الأبحاث عن طريق تحويلها لبوستر، يعني عن طريق تحويلها ل ورقة كبيرة، ممكن نلزقها على لوح أو ممكن نلزقها على شيء ما، ونشرحها إلى أصدقائنا بوقت معين. طيب أصدقائي، حنشوف في هاي الوحدة أشياء متعددة مثل أوزاي سوندس، حنشوف أوزاي ميكي كلاري، حنشوف الأسترونطلار إتين أوزاليسي، حنشوف ألبسة معينة لرواد الفضاء، حنشوف الأوزاي ميكي كليري المكيك المكوك الفضائي، حنشوف الأوزاي سوندس اللي هي عبارة عن مركبة مثل هاي، واللي هي عبارة عن محطات فضائية يستخدمها الإنسان من أجل الاستراحة في الفضاء من أجل الأبحاث، حنشوف كمان بالتفصيل عنها في القادم. طيب أصدقائي، أوزاي تكنولوجي سايسندا عن طريق تكنولوجيا الفضاء جزا جلرين توك ونعمل جورين تلرين تشيكن أوزاي sondası haber amaçlı kullanılan yapay uydular ve uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları yapılmıştır. طيب. Uzay istasyonları yapılmıştır, yani sunimat mahattat fadaiye min ajil şu, min ajil uzay araştırma, min ajil el abhath el fadaiye ve min ajil istihdam الأقمار الصناعية الياباي أو دولار اللي هي الأقمار الصناعية، ومن أجل كمان الهبر الأشماء، من أجل التواصل ما بين الرواد الفضاء والناس الموجودين على كوكب الأرض. من أجل هاي الأشياء تم تصنيع الأوزاي سوندس اللي هي المركبة الفضائية اللي اسمها أوزاي سوندس اللي شفناها قبل شوي في الصورة هون، اللي هي تستخدم للعبر الأشماء، واللي تستخدم في الأبحاث الفضائية، واللي تستخدم كمحطات فضائية. أرجع زي سياحة لريفة أويدولار يورنجلرنا أوترتماك إتشين أوزاي ميكيك لري
الأوزايما كيكلري والمكوكات الفضائية تستخدم لشو؟ للأوزاي سياحة لري من أجل السياحات الفضائية والأويدولري يورينج لري روتوتماك إتشين. طبعا أصدقائي الأقمار للكواكب، في كل كوكب له أقمار معينة، في كواكب ما لها أقمار، كل كوكب له حواليته أقمار. إذا في أقمار فهو هي القمر يدور حول يورينجا، يورينجا مدار، يدور حول مدار معين حول هذا الكوكب. فوظيفة المكوك هو تثبيت هاي الأقمار الصناعية المرسلة من الأرض إلى السماء في المدارات حول الكواكب أو حول كوكب الأرض. أوزايدا جين ماك إتشين أزال تصر للمشكي سيلار دا يابل مشتر، وتم تصميم ألبسة خاصة مستخدمة في الفضاء. طبعا في الفضاء حيتم استخدام أجهزة معينة مثل أجهزة التنفس، لأنه في الفضاء ما في تنفس، ما في أكسجين للتنفس، ما في كمان جاذبية، وفي الفضاء ما في الألبسة المستخدمة يفترض أنه تكون معينة مشان الإنسان يكون منتبه على كل أشعة ممكن تورد مضرة، فهي الألبسة ممكن ترد هي الأشعة وهذا الضرر. طيب Uzay çalışmaları sonunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Tabii fi el abhath el fadaiye tem icad eşya ve teknolojiye jadide mutakhassısa fi hada el mecal. Ders hazırlık bölümündeki dişteli يعني في قسم الدرس هازرلك اللي شفناه هو تيل الاسنان، الومنيوم في المرقاق الالومنيوم، وستريتش فيلمي واللي هي شفناها كمان اللي هي ستريتش فيلمي واللي هي هاي اصدقائي، وشفنا كمان ديجيتال ساعات، شفنا التليفون او التيفلون بسموه واللي هي اجهزه للتواصل، او حنشوف شو هي uzay çalışmaları sonunda ise kınla alüminyum filmi, stretch film, dijital saatler ve teflon gibi günlük yaşantımızda kullanacağımız ürünler de uzay teknoloji ürünüdür. مثل ما نحن نستخدمه في أيامنا العادية لون أجهزة أو مستلزمات أو منتجات خاصة فيهم لاستخدامها في السماء. طيب teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji hiye sahmet fi tatvir abhath el fada. Teknoloji ürünü muntajat teknolojiye olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır. Keman teknolojiye sahmet في تطوير مركبات تطير إلى الفضاء بدون طيار. طيب insanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan yani الأشياء المصممة من قبل الإنسان لأغراض معينة ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara yapay uydular denir. إذا شو هي اليابي أويدولار أصدقائي؟ الأقمار الصناعية هي الأشياء المرسلة من الأرض والمثبتة، أو هي المركبات المثبتة في المدارات، مدارات الكواكب، والمستخدمة أو المصممة من أجل الاستخدامات الإنسانية. Yerden yapılan uzay gözetmelerinde yer atmosferinden kaynaklanan bazı olumsuzluklar mevcuttur. Yani yerden yapılan uzay gözlemlerinde lemma muntalla min al-ard li al-sama yer atmosferinden بسبب الغلاف الجوي المحيط بالكوكب الارض بعض olumsuzluklar mevcuttur. في هناك بتشكل عنا نحن بعض الاشياء السلبيه مثل ايش؟ مثل الرؤيه مثلا. Yer atmosferi yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta. أصدقائي هذا طبقة الغلاف الجوي المحيطة في الكرة الأرضية تقوم بالصورمك امتصاص أشعة بعض الأشعة القادمة من إيش؟ النجوم. Yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
هاي النجوم بتقوم بأعمال مثل الرجاجان، يعني بتقوم بعمل التيتريشيم. فبسبب هذا الشيء الأشعة أنه عم تعمل هذا التيتريشيم، نحن عم نحسن نشوفها ونميزها. بنو بولو جام أركا صندان أوزايا باكل يور مشكبي بيدرو ما بينزل بيليس. هذا الشيء فينا نمثله بي كأنه نحن عم نطلع على شيء أو عم نطلع على الفضاء من وراء جام مغبش. يير أتموسفيرينين دشنا تشكالارك بويت كلار يوك إدلا بلير في دها صالق ليجز للنار يفلا بلير. طبعا بعد ما نطلع خارج الغلاف الجوي حنتخلص من هاي المشكلة ونشوفهم بشكل جيد للكواكب والنجوم ويسلم يتشين يبقى دولار كل ما اقتدر. ولهاي الشغلة يتم استخدام الأقمار الصناعية. هيك أصدقائي بيكون انتهى درسنا الأول لهاي الوحدة. أتمنى أنكم أخذتوا تكونوا أخذتوا الفائدة الكبيرة من هاي الدرس. إن شاء الله سنكمل في الدروس القادمة حول هذا الموضوع. أتمنى لكم التوفيق والنجاح أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله.